في واحد من الشباب صديق، واحيانا اذا صار عندي مثلا محاضره او شيء يجي جزاه الله خير يخاويني، يعني يسوق بي او اسوق به وكذا، المقصود انه يرافقني. يعني انا لي عاده اذا كلمت يعني ام العيال ما اقول نعم، اقول هلا يا قمر دائما على لساني، حتى احيانا اذا كلمتني امي ولا احد اخواتي ولا كذا، يعني بل بعض زملائي احيانا هلا يا قمر يعني تجري على لساني، او هلا بالحب ولا اشوف العبارة الحلوه. ف كلمت امرته وقال لها هو طيب دايم مكالمات كذا، هلا تقول له مثلا طيب طخ، قلت له مكلمك من سواق عندكم ولا؟ قال لا هذه ام فلان. قلت ام فلان وهلا وما ادري يا اخي، قل هلا بالحب. هلا اقول هلا بالحب، قلت له قل هلا بالحب. هلا يا قمر انت خسران شيء يا اخي، يا اخي الخلق الحسن تؤجر عليه وخيرك، واقوم احدث عليه. شوي لرن جواله، قال هذه قلت له وش اقول؟ قلت قل هلا بالحب. قام وقال هلا بالحب. الضعيفة قعدت شوي بعدين قفلت السماعة، ما تدري هو هذا رجلي ولا لا، ارتفقت وجلست يمكن دقيقة ثم دقت ثانية، قلت قل الحين هلا بالقمر خير شوي. قال هلا بالقمر، قالت عفوا هذا جوال فلان. والله العظيم مع ان صوته ورقمه قالت هذا جوال فلان، قالت تغيرت وش اللي صار؟ مو معودة فهي مشكلة. ايه قالت الرجال جاي الشيء.